كانت شكرتها بالقديه بالقديه وشجعتها على الخدمه وخلت لها ديما المانيا واقفه مع تونس. ما فهمتش انا كلهم واقفين مع تونس الحقيقه نتاع ربي معناها راهو ايش نقول لكم راهو جواب كي تبعثوا مع رئيسة المانيا الرئيسه التونسيه رئيس الحكومه التونسيه راهو ما يبعثوش هكاك راهو ينجم ينتخبوا 100 رئيس وما تبعث لهمش معناتها دليل على مسانده برشا عبيد يحبوا يخرجوا وقيس سعيد يتقبح في الاوروبيين وفي الكذا ويحبوا برشا محلين بصراحه اللي طلعوا الريحه معناتها مش يطلعوا الريحه قلبي معبي عليهم انا والله العظيم انا المحلين سامحني فوزي جيت بشوية انت اليوم ولا طريقه انا بالحق قلبي معبي عليهم علاش قلبك معبي على خاطر احنا بالحق اذا كان تحبوا نتكلموا بصراحه واعتبروني بنادر اعتبروني شو اسمه شعبوي اعتبروني اللي تحب تقول قول ما غير ما نعتبروك بالنسبه انت ما تعتبرنيش بالذات كما انا مش بعتبرك يمشي للموضوع انا بالنسبه لي اللي قاعد يقوم به قيس سعيد تويكا هو تاع راجل سنديد راجل معناها وطني يحب البلاد هذه ورجل نظيف هي الجزيره بيدها الجزيره بيدها اللي عامل عليه حمله هما بيدهم وقت استدعوا انا عشت تقريبا 2012 2013 باش يحل الوقت على الدستور فهمتني حبوا يخلصوا ما حبش ياخذوا فلوس بعد شدوا فيه صحيح خذا الشاك من غدوه رجعوا قال لهم خويا ما نجمتش نرقد الحكايه انا جيت باش نحل هذه مسائل علم انا ولا حاجه جيت باش نقدموا هكاك مجال الراجل نظيف ويحب البلاد هذه واقف للبلاد هذه الناس الكل اذا كان نكونوا سنديد بالحق نقفوا معاه اخويا ما عنديش باش نعطيوه الدنيا الكليك او باش يولي دكتاتور ما فماش دكتاتور كان جا فما دكتاتور راهو حل قصر وراه هو كان جاء العبيد خلي نعطيه راينا اللي يحب يعطي راي هو العبيد اليوم صبر الاراء اللي طلع في المغرب سيغما معناتها 74% من التونسي يقولوا تونس ماشيه في طريق صحيحه 77% عندهم ثقه في قيس سعيد 90% ما عندهمش ثقه في راس الغنوشي راهو هاش نقول لكم نحكي لكم المواطن شي يحس المواطن يحس اول مره يشد رئيس دوله انسان ماهوش فاسد وماهوش سارق بالضبط اول رئيس دوله ماهوش طامع لا في فلوس لا في حكم لا في حتى شيء راجل نظيف حتى ملك صار ماهوش حاله الكل دونك الناس عندهم فيه ثقه اللي حتى كان غلط يغلط بحسن نيه حاجه اخرى المحللين باللي نقرا في تحليل في جريده المغرب اليوم الشعبويه ومش لازم اللي يحبوا الشعب لا 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 وصلت قالت من الجرامي في تحليل المغرب سامع احتراماتنا لها ينجم الشعب مثلا يحب رئيس دكتاتوري ويحكم فيه لا لا الشعب راهو اقوى مني واذكى مني ما فماش شعب يحب رئيس دكتاتوري يحكم فيه راهو واللي عامله قيس سعيد توا كيما صار الثوره راهو شبه اللي صار بعد الثوره بعد 10 سنين فساد وسرقه بمئات الالاف المليارات اللي تسرقت جا شكون عمل فتره انتقاليه باش يمشيوا لحكم اخر واللي عامل الفتره الانتقاليه المره هذه متاكدين انه لا يطمع لا في السلطه لا في حتى بلاصه اخرى سامحونا معناتها شكون عنده راي عندك سفيان راي تحب تكمل سفيان انا باش نحكي على الخبر اللي نرفزني فوزي ما قالش رايه غريبه على الاخر تو يقول مازالت الحصه طويله جديد الخبر اللي نرفزني اليوم بالحق نرفزني برشا هو في مركز رعايه الاطفال بالزهروني تم غلقه وايقاف مدير المركز بعد ما اكتشفوا انه المركز هذا قاعدين يقوموا في جلسات خمريه وعملوه وكر دعاره لطف يا ربي المركز لشنو؟ في مركز احاطه نتاع اطفال نتاع الزهروني لطف يا ربي معناتها يعني شو؟ يعني حتى السرقه والتقعير اللي عندنا يا فوزي معناها اللي اكتشفناه مع تريبه الفوضى والسرقه ماهيش منطقيه باه يا خويا يمشي لدار تكشرب غادي بالضبط تمشي لمركز اطفال ومركز احاطه نتاع اطفال تعملوا نتاع شراب ودعاره وكذا يعني تقعير حتى في مخالفه القانون لا يعني. وما فيش رقابه على جميع المستويات هذاك عشان نوصل للشيء هذا بكل صراحه اخوينا اول باب ساعه نحب نشكرك على الاستضافه يعيشك منورنا ونهنيك بالحصه الجديده هذيا وزملائي الاخ العزيز الغالي الكاتب الكبير الكاتب لا مش الكاتب الكبير اللي كتب ليالي الحلميه عنده برشا انجازات الكاتب الكبير وخونا سفيان العزيز الغالي صديقي ونحبه برشا ربي يفضل استاذ مستمعين فنرجع لموضوعنا وانا في موضوع الاخ بلال كما قال لك ما ثماش رقابه اخ نوفل على جميع المستويات في جميع المؤسسات فيخلي العباد تعمل اللي يحبوا هم مش اللي يحبوا احنا اللي بات غادي واللي ياخذ في شهريه وما يخدمش واللي ياخذ في شهريه وراقد واللي ياخذ في شهريه وميت وثم شكون ياخذ في شهريه نتاع مؤذن وهو عمره ما دخل الجامعه ولم يسجد لله رب العالمين ولو سجده واحده
فهذه هي الرقابة غير موجودة، والقرارات الصارمة اللي تخلي توقف نزيف هذا ما هيش موجودة. لا حتى المراقب يسرق معاهم. نعم هذه المشكلة. نتمنى نوف أخويا، نتمنى إن شاء الله في القريب العاجل القادم إن شاء الله تستوي الدنيا هاو باش نقرأ أخبار على صفاقس. نعم هل معقولة صفاقس توا أيامات مقصوص عليها الماء والضوء وشهر الزبلة في الشارع ملوحة؟ اليوم رئيس الدولة في لقاء برئيس الحكومة يدعو إلى حل مشكلة نفايات صفاقس، ويقول حرفيا ما يحصل في صفاقس جريمة في حق الشعب. يعني شنو تحب تقول وفاستك اللي باش نعملوا اضراب يا اخي الاتحاد شغل قال ما قلتش اضراب. يحبوا يشعلوا الدنيا، يحبوا راهو ايش نقول لكم، راهو فما برشا ناس لقات روحها مهمشه ايديها ما عادش تدور وتسرق في الفلوس، اهم حاجه راهو الفلوس، راهم لهم طامعين صحيح، راهم يحبوا يشعلوا الدنيا حتى حبوا يعملوا اضراب عام. معناتها صفاقس شهر الزبله ما تلمش، شوف الماء مقصوص، الماء والضوء مقصوصين ثلاثة ايام وفي صفاقس. أنا مرتي تحكي لي معناها راهو معناها تو راهو اقرا حسابك، معناها راهو عندك صغيرات معناها فهمتي بيبيات معناها تدوش لهم تغسل كذا منها ناس كبار عندك كبار وجراثيم قاعده تدور تو هكا مع الكوفيد اللي مازال منتشر فهمتني ولا مع هذا الكليك تجي تلقى روحك معناها ما عندكش مال لمده شهر كما قلت وما عندكش ضوء وما عندكش زبله في كل بلاصه. ان توكا انا اللي حاسس بلي نقص عليك انه الحكومه بدات تخدم، شفت في منوبه قداش شدوا من ولاد ومن دنيا على فاز التاكسيات، شفت في القرايه شفت كذا. نعطيك معلومه، ريت الخور في القرايه قالوا ناجي جلول عنده 6 سنين تبدل 8 سنين، فما شكون سمعوا؟ ما سمعوا حد. المره هذه فما ناس تسمع وفما وزره تحطوا نعم لا اكتاف لا علاقات لا تابع الحزب هذا لا تابع الكلون هذا، وزره عندهم شبهات فوالا وزره نظاف جايين باش يخدموا. باين الشيء باين واضح تو الشيء عيناني قدام الناس الكليكا، جات ناس باش تخدم اللي كانوا يمقمقوا يدبروا في روسهم وولوا خايفين كيفاش باش يعملوا، هانم يحاولوا كيفاش يشعلوا النار. ما ان شاء الله بقدره ربي تونس ماشيه في الثنيه الصحيحه وان شاء الله ربي يستر. اما استاذ نوفل راه وحدهم سامحنا تفضل استاذ نوفل، هما اللي جاوا احنا نشرفوا بهم وان شاء الله ينورونا، اما راه وحدهم ما نجموش يوصلوا الوقت اللي نحبوا عليه احنا، لابد نتعاونوا احنا كشعب كمجتمع مدني نعاونوهم باش نجموا نوصلوا للغايه اللي نحبها احنا باش نعملوا تونس جديده. راهو حدهم يعملوا شيء، راهو كما نقول لك البلدان العظمى راهو السياسيين والحكام نتاعهم يديروا في الاعمال، اما الشعب هو اللي يساهم، يساهم في صلاح البلاد، يساهم في فساد البلاد. بالضبط واضح، يعطيك الصحه. شنو اللي فرحك اللي غشك سفيان؟ والله انا اليوم قريت تدوين الوزير السابق الصادق شعبان اللي قام برد على البرلمان الاوروبي، بصراحه نتاع انسان وطني يحب البلاد هذه. والله ممكن خاطر هي تدوينه طويله شويه كنا نقرا منها شويه فهمتني ولا. قال خطاب الخوف هذا من الدكتاتوريه هو خطاب كذب، فالتونسيون لن يقبلوا دكتاتورا ابدا في المستقبل، رجاء ايها البرلمانيون الاوروبيون ساعدوا تونس اولا، لا تساعدوا محترفي السياسه الذين سعوا اليكم بعدما لفظهم الشعب، أنقذوا تونس من الإفلاس، أنقذوا تونس من نظام سياسي يقوم على وفاق خطير تصبح فيه السلطة كعكة توزع. معناها يقولها وزير قديم رزين قاعد يعرف شو يقول، معناها ما هو خاطر تو ولوا يتهموا فينا، يا ولدي أنت علاش كنت تبولوا بتتبولوا مع الكونغرس تتبولوا مع البرلمان نعرف شنو يا أخوي، كما قالت كانوا احنا ما هو شنو أنا كيفاش يقولوا تونس مريضة شوية ما تنجمش تمشي على سقاها يا أخوي، ندتشوا وحدنا ندتشوا للي ربي يفرج واضح كذبه كبيره ندتش وحدك وكل معناها كذبه كبيره هم يعملوا فيها المشاكل مع الاوروب فما حتى مشكله مع الاوروب كله باهي. تو نرجعوا نكملوا نحكيوا نسمعوا خمسه والخميس عليكم حفلوا جو شويه حفلوا جو شويه نسمعوا خمسه والخميس عليكم نسمع. يلا خمسه والخميس عليكم مع فوزي نحفلوا جو ونرجعوا لكم.